ما الأمر؟ ماذا سيكون الأمر؟ اللصوص قطعوا طريقي وسلبوا الزاد الذي أحمله. ومن أين ذهبوا؟ لا أعرف. أين التقيت بهم؟ قرب شجرة العصافير. أين تذهب وحدك يا سيدي؟ إنهم ثلاثة، بل عشرة، بل عشرة يا سيدي، وإلا لما هربت منهم. فاطمة، أختك والجليلة تذهبان، لحقي بهما. حين سمعت أصوات اللهو والغناء توقعت أن أراك. أين كنت؟ في الصيد. مع همام طبعا. ذكي، كيف عرفت؟ هل تسخر مني؟ هل تعرف ما هو أهم ما يعجبني في همام؟ ما هو؟ أنه يفهم الناس جيدا. لما هذه الابتسامة الخبيثة؟ لأنني كنت أظن أنك تخاف ممن يفهمونك. كفاك تذاكيا، تعال كل واشرب مع الصبايا الحسان. تعال. أغثني يا جساس، أغثني يا همام. جساس، أغثني يا عمي أبا همام. جساس، أغيثوني يا قوم. جساس، أغيثوني، قطع اللصوص طريقي ونهبوا المؤونة والزاد. أين صادفوك؟ قرب شجرة العصافير. أبلغي الآخرين. يا كانوا كثيرين يا جليلة، كانوا كثيرين، لا أستطيع وحدي أن أتصدى لهم. لا أحد يلومك يا جحدر. معك حق، جحدر، جحدر وألف جحدر. أليس هذا جساسا؟ بلى. أين يقصد؟ اعترض اللصوص جحدرا. يهاجمنا دون سلاح. لم يقل لي جحدر إنك سبقتني، وإلا لما أتعبت نفسي. وأنت أيضا؟ هل من الممكن أن أراك تذهب إلى قتال ولا أذهب وراءك؟ لماذا لم تنادني؟ بوجود الحارث بن عباد أتعبنا أنفسنا دون حاجة. هل ستفقدها مرة أخرى؟ أنا لم أفقدها يا أبا همام، هم سرقوها. أتريد أن أرسل معك حراسا؟ لا 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 لا، لا حاجة، لابد أن اللصوص قد صاروا أمثولة لغيرهم. وائل، لقد تعرض اللصوص لجحدر وسلبوه المؤونة. أين؟ لا تتعب نفسك، لقد استعاد ابن عباد الأسلاب. وحده؟ وحده، لحق به جساس وعمر وفرسان بكريون، ولكن ابن عباد كان قد أنهى الأمر وحده. ابن عباد يكفي لأمر كهذا. وأنتم أين كنتم؟ لماذا لم تلحقوا بهم؟
أنا كنت عائدا مع أبي نويرة من السوق عندما سمعنا بالأمر. وسالم وسلمة ونويرة، أين أنتم كلكم؟ وهل تعتقد أننا نقصر لو علمنا بالأمر؟ لا تقصرون. وبماذا يفيدني هذا الكلام؟